المصريين يقولون ياما بالسجن مظاليم، واحنا نقول ياما بالسجن مظاليم ومدانين ومجرمين ومقاريد وضحايا. الضحايا هنا من نوعين، مرة داخل السجون ومرة هم ضحايا مجتمع، بمعنى أن الواقع الاجتماعي أوصلهم إلى هاي المرحلة والدرجة. ملفنا اليوم ملف مركب بين واقع السجون وطبيعة الداخلين إلها. جريمة على إرهاب، على مخدرات، على عدل، على داخلية، على عمل وشؤون اجتماعية شليلة أو ضايع خيطها. بعلم الجريمة يقولون المجرم أول الضحايا، يقولون ماكو إنسان بطبعه مجرم أو تتغلب في داخل نوازع الشر على نوازع الخير. أصل الإنسان بالفطرة خير، وطبعا التوصيف لا يخلو من نزاع بين الفلسفات والنظريات. عموما كان عندنا مجموعة سجون سابقا، منها أبو غريب ونقرة السلمان وسجن رقم 1 وسجن الحلة القديم والشعبة الخامسة، وهاي السجون لعبت دور في تكوين ذاكرة الفرد العراقي. جزء منها كان عنوان لمواجهة النظام السابق، أو جزء منها كان تعبير على رفض المجتمع للواقع اللي يعيشه. سجون اليوم مليئة بالخفايا والشجون، وممكن ينكتب بيها عشرات بل مئات البحوث اجتماعية وسياسية وأمنية واقتصادية. بالسجون أجيال من المسجونين أزلام النظام إلى الآن ما زالوا يقبعون في السجون، وعدنا عرب وأجانب ومتهمين بالإرهاب وسفك الدم العراقي، يأكلون ويشربون وبعضهم متنعمين بواقع أفضل بهواي من اللي عايش خارج السجن، وحتى بعضهم يتدخل بالمدراء من يبقى ومن ينقل. سجون العراق حاليا أبو غريب والحوت بالناصرية وسجن التاجي وسجن الحلة وسجون التسفيرات وسجن الكاظمية وسجون الأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كل هاي السجون تدفعنا للسؤال: هل تمارس أو تمارس هذه السجون مهمة الإصلاح؟ وما مستوى حقوق الإنسان بيها؟ الإجابة يجوز تمر مرور الكرام، لا ريث ولا عجل، وممكن في دول محترمة نفسها تسبب باستقالة وزراء ويجوز استقالة وزارة بأكملها. السجون واقع مظلم وعالم خفي من الانتقام والتجارة والسمسرة. السجون بؤرة تحتاج إلى وقفة حكومية تعالج ما فيها، وإلا سيكون ذلك الأمر فيه ارتدادات جمة. هذا المعلن القشري، أما الغاطس في حلقة هذا اليوم في غير المعلن فهو هنالك أكثر من 50,000 سجين في سجون التابعة لوزارة العدل، وأكثر من 70,000 سجين في سجون وزارة الداخلية، وأكثر من 2,000 سجين في سجون الإصلاح والأحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذه كل إحصائية 21. وهذه الأرقام كبيرة مقارنة بعدد نسمات الشعب العراقي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي ربع هذا العدد المذكور. إطعام السجناء أكثر الملفات دسومة بالنسبة للجان الاقتصادية الحزبية. تقول المعلومة أن عقد إطعام السجناء وقع لـ30 عام مع الشركة المجهزة، يعني أكثر من المؤبد، والمتفق عليه أن تكون كلفة طعام السجين 9,000 دينار. اللي جاي يصير بحسب البعض الكلفة اللي جاي تصرف ما تتجاوز 5,000 دينار في أفضل أحواله. ملف الإطعام أحد أهم الملفات اللي تعطل الإفراج عن المتهم أو تعطل تنفيذ حتى أحكام الإعدام عليه. مثلا سجن الناصرية طاقة الاستيعابية 4,600،
والموجود ب 11,000 منهم 8,000 محكوم بالإعدام. ليش ما يتم الإفراج عن المفرج عنهم اللي يقال عن عددهم بالآلاف طبعا؟ ليش؟ حتى لا تخسر المبالغ المخصصة للإطعام مالتهم. غير معلن آخر يقال: والعهدة على الراوي، وأنا أدعو للتحقق من هاي المعلومة. يقال أن هنالك جهة معينة تتكفل بخروج بعض المحكومين الميسورين، خروجهم لأهلهم خميس وجمعة، وتتعهد هاي الجهة بعودتهم للسجن مرة أخرى، وهي مسؤولة إذا قرر أحدهم أو فكر بالهروب، لأنهم راح يأخذون كل عائلته بس يفكر ما يرجع بذاك اليوم. نجري المخدرات ما دام نحكي على السجون. قانون مكافحة المخدرات السابق كان يحكم التاجر بالإعدام شنقا. طبعا يا قانون، قانون 68 لسنة 1965، فيما القانون الجديد لمكافحة المخدرات يحكم على التاجر بالسجن المؤبد وغرامة 30 مليون. ومن أهم موضوعة السجون هو رفع موضوعة الإعدام عنهم، ما استسهل للتاجر بالمخدرات أن يبقى يتاجر بهذا العمل. غير معلن آخر، لا توجد أي مصحة للتعامل مع المتعاطي، وما يجري حاليا أن المتعاطي البسيط يسجن مع المروج والتاجر، يعني يدخل متعاطي ممكن إصلاحه ويخرج سكوبار اللي معروف في هذا المجال. أخيرا، سعر غرام الكريستال 50,000 دينار، وربح الكيلو أكثر من 20 مليون، والأرباح العالية وتراجع العقوبة الرادعة تسببت في إشاعة المخدرات في العراق، ناهيك عن أن الكريستال يتسبب بالإدمان من المرة الأولى فقط. شوفكم بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف حلقة هذا اليوم كل من الدكتور وائل عبد اللطيف، قاضي ونائب سابق، وكذلك الدكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان. حياكم الله ضيوفي. خلي أبدو ياك دكتور فاضل، يعني باعتبارك ومن ناحية حقوق الإنسان ما ورد في المقدمة وغير المعلن بشقيها، شنو رأيك بي كان؟ وش قد معلومات بيم دقيقة ممكن تكون؟ السلام عليكم، مساء الخير أستاذ إياد. حياتي لك ولكل المشاهدين وللضيف الكريم. أعتقد أنه اليوم من تذكر كلمة سجن راح مقابلة راح تكون عندك كأنما ثقافة رعب في الذاكرة. الآن السجون هي أماكن التعذيب، والسجون هي أماكن الاحتجاز الغير رسمية، وبنفس الوقت فيها كم هائل من الانتهاكات. نعم. هذا كان يجب أن يكون إلى صورة أخرى بعد عام 2003. طيب. لكن مع الأسف الشديد ما زلنا لحد الآن الكثير من المشاكل والتعقيدات، واللي ذكر أيضا في المقدمة فيه الكثير من الصحة، وخصوصا في بيئة الإصلاح أو في ما يتعلق في بيئة إدارة السجون ذاتها. خلينا نفصل أستاذ إياد، إحنا عندنا جانبين. احنا عندنا سجون وعندنا مراكز احتجاز ومراكز توقيف. طيب. السجون تابعة لوزارة العدل، ومراكز الاحتجاز والتوقيف تابعة للداخلية، للدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتالي هنالك مساحتين في هذا الإطار. نعم. الرقم اللي ذكرته حضرتك مرات يرتفع مرات ينخفض. صحيح. حسب الآلية لعملية الجرائم الموجودة وفي هذا الإطار. لكن على واقع الحال نتحدث بالمجمل. نعم. في جانب أساسي في منظومة الحقوق، السجين حتى لو يدخل أو الموقوف، يعني الموقوف نقول إحنا المتهم بريء حتى تثبت ذاته
أو الشخص المحكوم إلى مجموعة من الضمانات الإنسانية والقانونية. من ضمن هاي الضمانات إمكانية وصول إلى معرفة مصيره، مكان الاحتجاز يكون مكان إنساني بمتطلبات الحياة الإنسانية. الموجود الآن يختلف جذريا، عندنا كم هائل من الاكتظاظ في كل الأماكن، بنفس الوقت ما عندنا فصل على أساس الجريمة ولا على فصل على أساس الفئة العمرية. نفس بالضبط عندنا اليوم المحكومين بالإرهاب موجودين في أماكن قد تكون فيها جرائم مو هي إرهابية، الناس التجار بالمخدرات المتعاطين موجود بهم في نفس المكان، أشبال الخلافة الأحداث موجودين بهم الأحداث العاديين. بالتالي ما عندنا فصل بشكل كامل، وبالتالي اكتظاظ كبير في هذه السجون. نفس الوقت ما يتعلق بكل الضمانات الأخرى، ضمانات قانونية، وصول لمقابلات عوائلهم بشكل مستمر، ما يتعلق بالتشميس، ما يتعلق بالجوانب الصحية، كلها بها تأثيرات. إذا أخذنا ملف من الملفات اللي بيها شبهات فساد وتعقيدات هو ملف الإطعام، احنا بنستنزف موازنة الدولة بكم هائل من الأموال تصرف على السجناء بعنوان الإطعام، وحدد من 9 إلى 10,000 دينار لكل نزيل وموقوف، لكن ما يصرف على أرض الواقع وبالكميات التي تعطى يختلف كثيرا عن البرنامج المعدل للإطعام، وبالتالي كم هائل من الشبهات تدور حول هذا الملف. جيد. نفس الوقت البيئة اللي نقصدها البنى التحتية، احنا اليوم بنتحدث عن 100,000 شخص، ما عندنا بنى تحتية متقدمة متطورة قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من السجناء والموقوفين حتى نحقق عنوان حلقتك هو بيئة الإصلاح. جيد. ما قدرنا الآن نحدث أثر أرجع لك سيد فاضل بشكل مباشر من بيئة الإصلاح، لأن عندنا كم هائل من التعقيدات. أرجع لك سيد فاضل، خليني أجدد الترحيب بالدكتور وائل عبد اللطيف. دكتور وائل، كقاضي سابق وكرجل ليس بعيد عما يجري داخل السجون، أحتاج إلى تقييم حضرتك، هل السجون اليوم بمستوى يتلائم مع ما ترفعه الدولة من شعار في قضية احترام حقوق الإنسان؟ هذا سؤال ممكن يكون مقابل سؤال آخر، هل اليوم واقع السجون كقراءة من قاضي كيف يمكن تصنيفه وكذلك قراءته للمشهد؟ تفضل. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك، إلى ضيفك الكريم، حياك الله، إلى كادر ومشاهدي قناة الفرات الكرام جميعا. ضعف الحكومة في كل مراحلها يؤدي إلى انفلات في كثير من المفاصل الأخرى التابعة لها وهي بعيدة عنهم. طيب، وشايف على سبيل المثال الآن القوى السياسية والحكومية منشغلة بهدف واحد، شلون راح ندخل لقاعة البرلمان موحدين لو مفرقين. زين. كل الزيارات واللقاءات والمباحثات والما إلى آخره صار لها تقريبا 6 أشهر كاملة بدون أن يقدم برنامج للوزارة القادمة، وبدون أن تقدم رؤية واضحة ولما فيه الذي نتحدث فيه أن يكون أيضا ضمن هذا البرنامج، على اعتبار أن الدولة الحكومة هي يعني يشمل عملها كل هذه الاتجاهات ومطلوب منها أصلا. زين. طبعا كلمة السجون تأتي من توصيف قانون العقوبات العراقي اللي يفرق بين الجرائم المخالفة والجنحة والجناية، فالجناية هي السجن من 5 سنوات فما فوق، فيودع بمكان اسمه السجون. المعتقلات هي الوقوف مؤقتا فيها، كان يكون يوم يومين بين ما تعرض الأوراق على قاضي التحقيق وشي قرر عليها، فهذا ما يراد لأنه يروح للسجن أو للمعتقل، وإنما يجب أن يبقى
لحين إحالته إلى المحكمة وأخذ الحكم المناسب. طيب طبعا وزارة العدل انشغلت فقط بالمواد الغذائية اللي تحدث عنها الأخ الدكتور فاضل الآن. نعم. وكان التجهيز معيب بل مخزي. لأنه يبنون وضعهم السياسي على عدد الناس الموقوفين، شقد ما يكثرون شقد ما هم يحصلون. يعني لكنه عملية الإصلاح التي يريدها قانون العقوبات ويريدها قانون الجنايات، خلني أرجع لهذه النقطة، الرعاية الاجتماعية ما متوفرة. دكتور، هناك من يتحدث على، وأنت قاضي وتعرف أكثر من غيرك في هذا الموضوع، هنالك مفرج عنهم إلى الآن محكومين، يقال أن هنالك تواطؤ في إبقائهم هؤلاء المفرج عنهم. ليش؟ للاستفادة من المبالغ العائدة من موضوعة إطعامهم. مش قد هذا الموضوع صحيح سيد وائل؟ والله هذه من القضايا التي تعد من الكفر، لأنه هذا إذا يبقى يوم واحد أي خارج المدة المحددة إليه. نعم. فكل مسؤوليته ترتبط بالسجن والمعتقل الذي هو فيه. يعني إذا تمرض، إذا توفى، إذا صار عليه حادث، هذا كله هو يتحمل مسؤوليته، لأن هذا مطلوب مجرد أنه انتهت موقوفيته هذا يذهب إلى أهله وانتهى الموضوع خلص. لأنه قاضي التحقيق عنده سلطة تقديرية. طيب بعض الأحيان ينزل بالعقوبة. نعم. لكونه شاب أو لكونه حدث أو لكونه رجل كبير ما مرتكب جريمة في حياته. طيب يتعاطفون مع هذه المواقف بعدالة. لأنه يروح للسجون أكيد ما راح يدخل نظيف ولا راح يطلع نظيف. يعني أنت تؤكد بالعراق ما راح يدخل نظيف ولا راح يطلع نظيف بالعراق. أها. أنت تؤكد هنا أنا دكتور وائل على أنه نعم قد يوجد حالات مفرج عنهم لكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن مثلا. بالتأكيد بالتأكيد. تحت الابتزاز وتحت الفائدة والمنفعة وما إلى ذلك من حسابات نقدية مالية يرتكبون أبشع الجرائم عندما يوقفون الناس ويمددون وجودهم في داخل هذه السجون والمعتقلات أكثر من المدة القانونية ويتحملون مسؤوليتهم القانونية. أثرت نقطة مهمة دكتور وائل راح أرجع لك بيها، وهو موضوعة أنه وزارة العدل لا تمارس الإصلاح في السجون. هذه راح أرجع لها إذا تسمح لي دكتور وائل، لكن خليني أروح لي السيد الغراوي. دكتور فاضل، أنت أيضا تحدثت في بداية حديثك عن أشبال الخلافة، شنو هذا الموضوع؟ ما افتهمته. منهم يعني ايش قد اعداد يا سجون موجودين؟ عندنا اماكن احتجاز معينه، وبالتالي ايه هو الان كانوا في موجودين في اماكن التوقيف في الموصل بعد ما انتهت عمليات اللي قامت بها القوات الامنيه وقبضت على اشبال الخلافه اللي هي الجناح المسلح من الاطفال اللي تم تجنيدهم. لكن وين تم ايقافهم؟ تم ايقافهم مع الاحداث اللي هم موقوفين على قضايا بسيطه بحجة عدم وجود أماكن توقيف، والأماكن الأخرى أماكن مكتظة. فتتصور شلون راح يكون طفل حدث يعني موقوف على قضية بسيطة، يعني موقوف أنه يجذب الشارع مثلا في قضايا إرهابية، هذا قد يكون بصراحة تامة خطر. لا دقيقة سيد فاضل، يعني إذا تسمح لي دكتور، يعني أنا جايب لي طفل حجزناه لأنه يجذب الشارع على سبيل الفرض، جبناه حطيناه ويا واحد من أشبال الخلافة عقله دماغه كله مبرمج على أنه شنو الجهاد وشنو داعش، مو تمام؟ هذه كارثة إذا صدق. نعم بالضبط بالضبط. لا هذا أكيد، يعني إحنا رحنا في زيارات لهذه الأماكن، والأخوة المسؤولين عن إدارة هذه الأماكن كانوا يعني أعطونا أنه بسبب عدم وجود أماكن لعملية يعني استقبالهم
ووجودهم، بالتالي ما عندنا سجون، واحنا الموصل خارجه من حرب كبيره جدا، بالتالي اضطررنا اضطرارا الى ابقائهم في هذا المكان. زين، هذا جانب. روح الان بالنسبه لقضيه المخدرات، شوف تجار المخدرات مع المتعاطين، الناس المتعاطين ناس عندهم جوانب صحيه، ناس مرضى، شلون تحطه ويا تاجر المخدرات ومدى يكون عندنا فصل على اساس نوع الجريمه ذاتها، مو على اساس الفئه العمريه بس، لا احنا نريد فصل على اساس الجريمه اللي يحصل. اللي انت تحدثت فيه مع دكتور يعني وائل، نعم، اكو كثير من القضايا الان توقفت في عمليه اطلاق السراح بعد ما قرر القضاء عمليه الافراج او عمليه يعني اطلاق السراح، لكن يتوقف الشخص لفتره طويله من الزمن، يقطع هو وعائلته للابتزاز سواء بشكل فردي او سواء بشكل جماعي. وبامكانك وبامكان اي مسؤول مراجعه اللجان التحقيقيه اللي قامت بها وزاره الداخليه ووزاره العدل بخصوص هذا المضمون، بالتالي قد تكون ايضا هذه احد انتهاكات حقوق الانسان الكبيره جدا وتخالف ضمانات العداله بالنسبه يا سيد فاضل. شهد وزاره العدل ترفع تقرير حول هذا الموضوع، ومفوضيه حقوق الانسان تشخص وتطلع جهارا نهارا تتكلم بهذا الموضوع. من المسبب؟ من اللي دا يعطل؟ هسه افتهمنا ليش دا يعطل، بس هو من هو اللي دا يعطل اطلاق احكامهم او دا يفرج عنهم؟ مين له كل هاي القوه؟ دكتور فاضل، هو القوه عباره عن منظومه فساد. اها، هذه المنظومه تتكاتف فيما بينها، وبالتالي هذا التكاتف يعطي رسائل بامكانيه استمرار الفساد. وهذه المنظومه يجب ان تكون باقيه وتصطدم بكل الجوانب. انا اتابع اكو جهود لوزاره العدل او الداخليه في متابعه القضايا الفرديه اللي فيها انتهاكات، لكن هذه الجهود لم تقضي على كم الهائل من الانتهاكات في هذا الملف بسبب واضح وصريح. اليوم احنا لماذا عندنا هذا التعدد في الادارات؟ لماذا عندنا موقوفين؟ ولذا ما عندنا محتجزين؟ وعندنا مسجونين؟ لا، انا اجي اطلي كل وزاره الداخليه، العفو، الدفاع، العدل، منظومه السجناء والموقوفين. وينتهي الكل بعد، خلاص نعرف جهه معينه نحاسبها ونراقبها ونتابعها. بنفس الوقت نوعيه الضمانات الموجوده راح نقدر نقوم بمراقبتها، لان عندنا جهه وحيده تقوم باداره هذا الملف. صحيح. ذات الوقت اليوم التحقيقات في السجون ومراكز الاحتجاز، التوقيفات ما قاعد تكون من قبل محققين قضائيين عدليين باشراف القضاء، تقوم من قبل شرطه، وقد يكون هذول الاشخاص ما مختصين، واخضاع المتهمين لعمليه التعذيب، وهذا ما حصل في اكثر من مره، ومات عدد من الافراد بسبب التعذيب، بسبب عدم وجود منظومه قادره على عمليه التحقيق. التحقيق يجب ان يجري من قبل محققين عدليين وباشراف القضاء. ليش هذا ما يصير اصلا دكتور فاضل؟ حتى نستطيع على الفساد، ليش ما يصير هذا اصلا؟ نقضي على انتهاكات حقوق الانسان. ليش ما يصير باختصار حتى اروح للدكتور وائل؟ يعني استاذ اياد، الحجج واهيه والحجج دائما حاضره في كل محاوره في كل مطالبه. اليوم احنا امام يجب اعادة نظر. شنو عندي 100,000 موقوف ومحكوم؟ على ايش الدول الان اتجهت استاذ اياد الى موضوع العقوبات البديلة بالنسبة للجرائم غير خطرة والما بها تأثير على المجتمع؟ يقومون باطلاق سراح الشخص مقابل تقديمه خدمة مجتمعية وغرامة مالية. ليش اودي اوقفه وحكمه وعائلته تحير به وخرجه مجرم بالاخير وما نحقق له اصلاح؟ نتجه للعقوبات البديله ونحقق واضح 100% راح يكون هناك تداعيات. واضح. خلينا نروح للدكتور وائل. دكتور وائل، يعني هو شنو المفروض عمل وزاره العدل وفق القانون والمنطق، وشنو اللي دا يحصل الان؟ شنو دورها اللي دا تقوم به الان في هاي المرحله؟ طبعا دور وزارة العدل تستلم كافة ملفات
الأشخاص المحكومين مع قراراتهم، يعني أضبارته الخاصة. زين. أضبارة التحقيق وقرار الحكم، وتودع في المكان المناسب. أيضا أكو موقوفين في مراكز الشرطة مثل ما بدينا الكلام، وهذول لا يمكن أن تبحث بهم إلى السجون أو المعتقلات، وإنما يتوقفون تقريبا في مراكز الشرطة لأن قضيتهم مؤقتة. لكن الملاحظ أنه وزارة العدل بصراحة غير متابعة لهذه الأعداد الهائلة من الذين صدرت بحقهم أحكام من 5 سنوات فما فوق. زين. يعني الوزير ربما لا يرى سوى وزارته وبيته، وإذا أصبحنا بهذا المآل هناك خطورة كبيرة جدا في متابعة هؤلاء في السجون في المعتقلات، لأنه مطلوب من وزارة العدل أن تتابع. أكو إفراج شرطي، أكو قرارات، أكو عفو عام، فهذه كلها من القرارات التي يجب أن تتابع بدقة وعدم تركها زين إلى أجهزة الشرطة. زين. نعم. طيب دكتور، سؤال مهم هنا أيضا يطرح نفسه، هذا العدد اللي نتحدث ربما عن قرابة أكثر من 11,000 محكوم بالإعدام إلى هاي الفترة موجودين وغير ما حد عادمهم لحد هاي المدة، ويأكلون ويشربون وقاعدين ويكلفون الدولة مصاريف، ليش ما يتم إعدامهم؟ هسه بالله تفهمنا موقف السيد الطالباني مام جلال في وقتها، قال يابا منظمات وأنا موقع وكذا ومطي تعهدات بعدم التوقيع على الإعدام، ليش الآن ما يتم إعدامهم؟ وهل أن توقيع جلال الطالباني في منظمة دولية يتقدم على أحكام الدستور الذي جعل منه رئيسا للجمهورية؟ زين، شنو هالمنطق هذا؟ شنو هالمنطق هذا؟ هذا منطق اللي ساد ويا القوى السياسية حكم المجاملة. شلون رئيس جمهورية أنت مسؤول عن كل مواطن يعدم؟ أي مواطن يعدم أنت يجب أن تصدر المرسوم الجمهوري الصادق على إعدامه بعد أن يستكمل كل مراحل التحقيق وآخر مرحلة من مراحل الطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية. زين. خلص، أنت ما عليك إلا أن تصدر المرسوم الجمهوري، وبعد صدور المرسوم الجمهوري يجب أن تتبنى وزارة العدل تنفيذ القرار الوارد في المرسوم الجمهوري. احنا مشكلتنا وين؟ مراسيم الجمهورية ما جاي تصدر لو العدل ما جاي تنفذ، وين المشكلة؟ لا فترة طويلة وجلال الطالباني لم يوقع. راح الرجال الدار حقه، شيلنا باليوم سيد وائل. لا 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 خلينا، لا لا خلينا خلينا نرجع لورا حتى نفتهم شنو القصة، شنو التسيب اللي قاعد يحصل في الدولة. زين. يعني جلال الطالباني أصلا انتهت علاقته بالرئاسة عندما تغيب عن منصب الحكم أكثر من 30 يوما بموجب المادتين 73 و75 من الدستور، يقول إذا خلى منصب رئيس الجمهورية لأي سبب إن كان زي، فعلى مجلس النواب أن ينعقد وينتخب رئيس جمهورية جديد. واضح سيد وائل. دفع الأخ رئيس الادعاء العام بلائحة أيه، وطلب من مجلس النواب في وقت الأخ أسامة النجيفي أيه بأن ينعقد مجلس النواب وينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، وقبت العيطة ويا الأخوة الكرد وشلون يصير يا سيد وائل. يعني والله مو موضوعي أرجوك، يعني أنت خليني أرجع الموضوع إذا تسمح لي. اليوم تأخير. لا 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 خليني أنا أكمل لك، خليني أنا أكمل لك، خليني أنا أكمل لك. تفضل. فاللي صار شنو؟ اللي صار أنه أحيلت الملفات على الأستاذ خضير الخزاعي. طيب. اللي كان نائب رئيس الجمهورية. أيه؟ ونائب رئيس الجمهورية ليست له أي اختصاصات في قرارات الإعدام.
يعني هذا الاختصاص حصري برئيس الجمهورية. زين. ونبهت الأخ خضير الخزاعي، قلت له ترى أنت تتحمل مسؤولية كبيرة إذا ما قمت بتوقيع قرارات الإعدام، لأن هاي مو شغلك ولا مسؤوليتك، هاي مسؤولية رئيس الدولة. الآن هذه الأحكام يجب أن يطلق الإدعاء العام على رئيس الجمهورية ووزارة العدل ويتابع كم حالة حكم بالإعدام وترسل إلى وزارة العدل لتنفيذ الحكم، وفيها هناك يحضر المدعي العام ويحضر تمام. القاضي ويحضر تمام. رجل يقرأ المرسوم الجمهوري وتجري عملية إنهاء حياة هذا المجرم طيب. بطريقة الشنق حتى الإعدام. جيد، أرجع لك الموضوعة القانون المتعلق بالإعدام سيد وائل، لكن خلينا نروح للدكتور فاضل. دكتور فاضل، هذا العالم الخفي مال المخدرات اللي اليوم السجون يقال أنه مليانة وأكو مشاكل كثيرة وأكو أرقام غير معلنة في هذا الموضوع، شنو الغاطس والمخفي في ملف المخدرات كمفوضية حقوق الإنسان؟ شنو معلوماتكم بهذا الجانب؟ يعني إذا كنا نتحدث عن الجريمة بتفاصيلها وجزئياتها فهي من الجرائم العابرة للحدود، جرائم خطرة بدأت الآن، هذه الجريمة تعتبر ظاهرة داخل العراق. نعم. كل المحافظات الآن تتعرض إلى عملية دخول هذه السموم. عندنا مادة الكريستال ومادة الكبتاغون والصفر واحد، وبالتالي استهدفت الشباب وفئات خاصة وأسباب كثيرة دعت إلى تنامي هذا الظاهرة. واليوم حتى الإجراءات التي تقوم بها الدولة هي مو إجراءات لعملية القضاء على الظاهرة، يفترض اليوم حتى نقضي على المخدرات نقضي على عملية تهريبها، يعني نتجه إلى الفعل المسبب لوجودها ودخول العراق، هذه الأماكن الرخوة أمنيا دخولها عبر الممرات المائية الممرات البرية، يجب أن يكون هناك عملية إعادة نظر في عملية التعامل مع قضية جريمة المخدرات. حتى نفس الوقت بدل ما عندنا هذا الكم من المتعاطين اللي موقوفين الآن داخل السجون طيب. إحنا ذول الناس كنا نوديهم إلى مصحات لتأهيل الإدمان بدل من وجودهم في هذه الأماكن، وبالتالي أيضا حتى المخدرات يعني آخر إحصائية كان تشير إلها وزارة العدل إلى وجود أكثر من 6000 إلى 8000 شخص موقوف على قضايا المتعاطين وتجارة المخدرات طيب. ارتفعت في عام 2020 إلى أكثر من 10000 وارتفعت 21 إلى 12000 موقوف ومحكوم على قضايا التجارة وتعاطي المخدرات. هل قسم من المخدرات بدأت تدخل للسجون؟ نعم بدأت تدخل، لكن بصور متعددة وبتعاون قسم الأشخاص. وإذا تلاحظ السيد وزير العدل بالفترة الأخيرة قام بكم هائل من التغييرات في مدراء الإدارات السجنية والأشخاص اللي قامون بعملية إدارة السجون، وبالتالي تجد كل شهر قائمة جديدة بسبب المشاكل والتعقيدات التي وجدت من اللجان التحقيقية في الوزارة والذي أثبتت في مكان وجود خروقات وقضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، لكن طيب. الكم الهائل من الانتهاكات لا يكون دائما في السجون، يكون في أماكن التوقيف والاحتجاز الأخرى اللي قد تكون بها ضعف المنظومة الرقابية، يعني لدخول منظمات دولية لدخول منظمات ليش أنتم كمفوضين ما تقدرون توصلون هاي المناطق مال التوقيف والاحتجاز حقوق الإنسان، بالتالي قد تخضع للرقابة، ما مسموح لكم توصلوها؟ المفوضية وفق لا المفوضية وفق قانونها لديها إذن بالدخول لكل موقف ولمركز احتجاز طيب. وبدون إذن وبدون طلب، لكن هذا ما حصل طيلة فترة 8 سنوات إلا بطلب الإذن، وبالتالي من الصعب أن تقوم بمراقبة انتهاكات السجون ومراكز الاحتجاز التي تحصل بين الحين والآخر، بالتالي إحنا إذا نريد نركز في المنظومة هناك يجب إعادة نظر شاملة في المنظومة التي تتعلق في إدارة السجون
ومراكز التوقيف والاحتجاز. في موضوع الاعدامات اللي تحدثت به مع الدكتور وائل المحترم، نعم استاذ اياد، خلي يكون واضح للمواطنين، العراق ما زال يتعرض للارهاب، وبالتالي احكام الاعدام هي احكام بسبب قيام افعال جرميه ارهابيه. هذا الارهاب عباره عن جريمه دوليه، بالتالي احكام الاعدام عندما متنذر على ارهابيين راح تنصف الضحايا. احنا الان بنقوم بخرق اخر، ما بنصف الضحايا اللي تفجروا واللي الناس ترملت والشهداء والاطفال اللي تيتموا، ذولا ايضا ينتظرون انصاف بعمليه تنفيذ احكام الاعدام. بالمستقبل لما يكون العراق مستقر امنيا ما عنده ارهاب، باكر عقبه تنظر باعاده امكانيه ايقاف العقوبه واعاده التدرج بالعقوبه، مو الان والعراق يتعرض لهجمات ارهابيه تستهدف كل ابناء الشعب. طيب خلينا اروح للدكتور وائل. دكتور، القانون لسنة 65 كان يحكم بالإعدام لتاجر المخدرات ومصادرة أموال المنقولة وغير المنقولة. بال 2017 تم إصدار قانون جديد اعتبر أنه تاجر المخدرات يحكم بالمؤبد وغرامة 30 مليون. ليش صار هذا القانون؟ هل تم التعافي من موضوعة المخدرات حتى يستسهل موضوعة إصدار قانون بهذه الطريقة؟ أم شنو الخفايا بهذا الجزء تحديدا؟ يفترض بهاي السياسات الجنائية يجري إعداد القوانين من قبل ناس مختصين، يعني ما يجوز مثلا يجيني واحد خريج تاريخ لو جغرافيا لو فلسفة لو كذا يتدخل بهذا، هاي سياسة جنائية للبلد. طيب إذا لاحظ أن هناك جريمة قاعد تتصاعد وتتزايد وفي تزايدها إضرار لكل المجتمع، فلا بد أن يضع عقوبات صارمة وحادة كما وضعت في الفترة الماضية، أن المخدرات تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا حتى الموت. زين. ولا عقوبة سواها، يعني ما متاح للمحكمة أن تتخذ أي عقوبة سوى عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت وانتهى الموضوع. طيب لكن هاي السياسات التي استخدمت لاحقا من 2003 إلى الآن هي سياسات جنائية وتشريعات جنائية خاطئة لم يؤخذ بها رأي السلطة القضائية، لم يؤخذ بها رأي علماء الإجرام، لم يؤخذ بها رأي بعض الناس المختصين بهذا الاتجاه كالسلطة القضائية وغيرها. وعلى عجل هاي المشروعات القوانين يصوت عليها وتنتهي. لهذا أقول بصراحة هذا المخدرات بدأت جريمة تستهدف الوالدة والوالد والأم والزوجة والأخ والأخت، ويرتكبون جرائم أخرى على ارتكابهم جرائم المخدرات كالزنا بالمحارم والزنا بأمهاتهم وقتل أمهاتهم وقتل أبنائهم، وهؤلاء يجب أن تشدد العقوبة عليهم ومتابعتهم ومراقبتهم. يعني دكتور عندما تشدد العقوبة أنه والله القانون سوف تتقلص، بتخفيف العقوبة على تاجر المخدرات جاء لأنه ناس وضعته هي غير مختصة. من وجهة نظرك هذا يعني دليل مقنع؟ لو اكو خفايا خلف أنا أقول الموضوع، انا اقول التشاور، انا اقول هم اكو خلايا ويجب ان يكون هناك تشاور، نعم مشاورة مع علماء الإجرام، مع علماء الإجرام. الكثير من العلماء لدينا في العراق يعرفون شلون يشكلون الجريمة، شو وقت تتسع ومن تتسع وتتمدد شلون راح يصير علاجها. هذا يجب أنا أن أخضع المختصين إلى هذا الموضوع، وإلا هذه إذا استمرت يعني بدأت صغيرة توسعت انتقلت الآن إلى مدارس البنات، هاي من تنتقل إلى مدارس البنات راح تصير قضية خطيرة جدا في المجتمع العراقي. ولهذا لابد من وضع ضوابط حاسمة وعقوبات حاسمة
ولا تقل في أكثر هذه الجرائم عن عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت. وشنو اللي يمنع من تعديل القانون أو إصدار قانون جديد الآن يتماشى مع ما يجري اليوم من تفشي لظاهرة المخدرات؟ هذا هو اختصاص مجلس النواب، وهو الذي يشرع القوانين بعد أن ترد إليه من الحكومة. طبعا أصل التشريع هو مع الحكومة، وبالتالي يرحل إلى مجلس النواب يدقق ويشرع وينشر بالوقائع العراقية بعد مصادقة رئيس الجمهورية. طيب خليني أذهب إلى الدكتور الغراوي. دكتور فاضل، يعني من وجهة نظرك وكمفوضية حقوق الإنسان، اليوم نحتاج فعلا إلى إعادة نظر بالقانون اللي يعتبر أنه تاجر المخدرات حكم بالمؤبد، وجاي يصير فعاليات جنابك يجوز أكثر واحد يعرف بيها، أنه إحنا نلقي القبض عليه بعنوانه تاجر، لكن هسه بالتحقيق ما أعرف وين بالصحة يتم تحويل الموضوع إلى متعاطي ويطلع بكفالة وينتهي الموضوع. استاذ اياد، يعني احنا في الجانب التشريعي يجب ان يكون عندنا محورين، المحور الاول هو محور الوقايه ومحور الردع. اليوم احنا الاسباب الموجبه التي وضعت في القوانين تكون يعني معالجه الظواهر. احنا ما معقول اليوم تصير عندنا ظاهره بها انعكاسات مجتمعيه وخطر على ابنائنا وخطر على اسرنا، ونجي اليوم احنا نفكر بين الحين والاخر انه نعيد ما يتعلق في موضوع العقوبات او الاجراءات الخاصه في التعامل مع الظواهر. اليوم صار عندك ظاهره واضحه اسمها مخدرات خطره، يجب ان تتصدى لها وتضع لها مجموعه من العقوبات الرادعه، وبنفس الوقت ايضا تتصدى باقي الظواهر، مثل ما يصير عندك الان الاتجار بالبشر، مثل ما يصير عندك اليوم عندك قضايا ازدياد ظاهره العنف الاسري، التسول، بكل التفاصيل. التشريعات وضعت لحماية المجتمع والفرد من المخاطر أشخاص قد يكون لهم يعني سلوك إجرامي واضح، وبالتالي اليوم المخدرات ما تستهدف فرد، ما تستهدف شخص بذاته، ولا تستهدف محافظة بذاته، المخدرات تستهدف كل منظومة وبنية الدولة العراقية. حتى أختم سيد فاضل، اليوم لما نشوف الطفل اللي عمره 13 سنة 14 سنة في حتى اختم اذا تسمح لي، هل فعلا هنالك مطار من مطارات العراق لا يوجد فيه الكيناين الخاص بالكشف عن المخدرات؟ يعني بالمعلومه بذاتها انا ما عندي بصراحه تامه هذه المعلومه، لكن اؤكد ان هنالك اماكن رخوه امنيه ما زالت المخدرات ومهربين المخدرات تقوم بعملية إدخالها للعراق، والدليل يومية القبض على كم هائل وأطنان هائلة من أنواع المخدرات، والدليل أن اليوم كل أنواع المخدرات منتشرة في عموم العراق في كل محافظاتنا. شكرا لك الدكتور فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. الشكر والتقدير أيضا لك دكتور وائل عبد اللطيف القاضي والنائب السابق، شكرا لكم مشاهدينا الكرام. أيضا الشكر لكم. كان في الإعداد هنالك المفروض الحديث عن موضوع سجن النساء، حياء منكم ومن طرح هذا الموضوع ما طرحناه بالحلقة، لكن راح أناشد في نهاية الحلقة على ضرورة أن يكون للحكومة وقوف على هذا الموضوع بالتحديد وما يجري في سجن النساء. جنابكم اللي شاهد وحتى المسؤولين كلكم ابناء عشائر وتفهمون بالتلميح اكثر من التصريح، ما اريد اقول بعد حديث اخر، لكن ادعوكم الى وقفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.